دخلناهم للسوق الوغطات بتوصيات من سيد الوالي ورئيس مجلس الشعب البلدي بالتنسيق مع شرطة الأمراء على الضياع. والأمن الحضري حاضر. كان تجاوب من عند الباعة، كانوا باغيين يدخلوا للسوق. وقمنا بعملية تحرير الرصيف باش يكون باش يمارسوا النشاط تاعهم في السوق. الباعة كانوا حاطين الإطار هذا، كانوا 10 ودخلناهم كاع 10. الحمد لله كانوا كاع باغيين يدخلوا. هاكا رانا غاير، رانا الحمد لله الا فاتت النومه غادي تشمخنا، ولا فاتت الحمه غادي شفنا، ولا فاتت السمش ما تحرقنا. الحمد لله اخويا، رانا في رحمه ربي. الحمد لله يا ربي، هاكا مستورين خير الله. الحمد لله يا ربي، الله يكثر خير كاع اللي لقاونا في الدوله. الحمد لله يا ربي.